مساء الخيرات والعافية على عيونكم يا أحلى متابعين، شلونكم؟ إن شاء الله بخير وسلامة. طبعا اليوم حلقتنا راح تكون حسب طلب المتابعين، اللي هو طريقة تصميم الوورد كدفتر. شلون أصمم دفتر أخلي بيه الاسم وأخلي بيه صور اللي أنا أريدها. أنا قبل ما أبدي الفيديو صممت هذا النموذج اللي هسه راح أعلمكم عليه بطريقة جدا بسيطة. لكن قبل ما أبدأ الفيديو أعرف راح أضوجون من المقدمة، لكن يعني لازم أقول لكم إياها. فد ملاحظة صغيرة، أني مو محترفة، أني مبتدئة حالي من حالكم، لكن المعلومة اللي أعرفها أني دا أشاركها ويا البقية، يعني ويا الناس. فهواي تعليقات سلبية أكو، يعني حتى حطمت معنوياتي اللي هي ما أعرف يعني أحذفهن أني. ف يعني الكلمة الطيبة حسنة، أوكي؟ أنا من دا أنشره للزكاة فقط، يعني ما رايد شيء. فإذا شيء استفاديته من عنده على راسي، وإذا ما استفاديته منهم على راسي. فخلي أبلش بالفيديو حتى لا تحجون علي. نبلش بالشرح، نروح نفتح صفحة جديدة. طبعا تقدرون هنا مباشرة بدون ما تروحون على ملف وجديد، ما اروح على الجديد من انا اللي فوق عندكم هذا المربع، اضغط عليه مستند فارغ، ينفتح لنا مستند فارغ. تمام، هسه عندي هاي الصفحه، راح اجي اكيد نروح على التخطيط حتى نضبط الانشالات مالتها. اول شيء الهوامش، راح نروح على الهوامش ضيق، بعدين على الاتجاه اكيد عمودي، وعلى الحجم 1000000 A4 اختاريتهم. أرجع على الصفحة الرئيسية وأروح منها أحوله إلى محاذاة لليمين. العفو، صارت عندي بهذا الشكل. الخطوة الثانية إيش راح نسوي؟ أجي هسه هنا من صفحة التخطيط وأروح على هذا الشكل، هذا المثلث الصغير أضغط عليه. هنا كلهن أسويهن نص، أوكي؟ كلهن نص، عدا عندكم هنا الأيمن سووها 6 مو 5، يعني 0 6، وانطيها موافق. بعدها اروح على الادراج جدول واختار حقليا والعمود بكيفكم ايش قد ما تريدون، مثلا راح اختارهم كلهم. هسه هاي الخطوة الاولى، اجي اشوفون هذا عندنا الخط، اضغط عليه واسحبه لحد هنا، اجيبه اضغط على هذا المربع واروح صفحة رئيسية واغير بالحجم، أغير مثلا أسوي 16، أوكي؟ بعدها الخطوة الثانية، أرجع نفسها أضغط عليها وأروح من صفحة رئيسية على هذا الشكل مال الحدود، أضغط على هذا السهم، مو تضغطون عليه، لا، على هذا السهم، وأروح أضغط بلا حدود، تمام؟ بلا حدود، وراها أرجع مرة ثانية وأضغط عليها حدود داخلية. صار عندي بهذا الشكل. طبعا هنا تلونت وصارت هي شي لان انا فاتحة هذا الملف، يعني التنسيقات تصير عليها. اوكي، هسه صار عندي بهذا الشكل، اجي اريد ازيد الحقول الموجودات عندي المربعات، راح اضغط هنا على اخر واحد واروح من الكيبورد اضغط على كلمة تاب تاب، اوكي، واسوي عندي هذاني الحقول، اوكي. بعدها اريد هذا الخط شلون الونه لون الاحمر، شلون انا هسه مسويته لون الاحمر، اضغط عليها هنا، أنا اظلل هذا كله بالماوس، اضغط عليه واظلله للنهايه. بعدها اروح من صفحه رئيسيه ونفسها هنا مال الحدود، اضغط عليها واروح على حدود وتظليل، ظهرت لي بهذا الشكل. هنا اللون راح نختاره لون احمر، وهنا راح اختاره 2 و25، ضغطت عليها. قبل ما تنطي موافق شو تسوي؟ تروح على هذا الخط اشره حتى ياشر هنا يطبق عليه التنسيقات، وانطي موافق. شوفوا لي تغير هذا الخط لونه احمر. زين، اريد هذا الخط اللي فوق ايضا اسوي نفس الحاله، راح اضغط عليه ظللته واروح نفسها وانزل على حدود وتظليل، وهنا أنا اروح اختار لون الاحمر
والسماكة نفسها السمك 2.25. قبل ما أضغط موافق أجي أشر على هذا الخط حتى تتطبق عليه التنسيقات وأنطي موافق. شوفوا لي صار بهذا الشكل، هذا الخط صار أحمر وهذا أحمر. أريد أغير اللون مال هذا الخط اللي بالداخل، هنا أجي أظلله ونفس الحالة. وين نروح؟ على الحدود، وأروح على آخر شيء حدود وتظليل، وأجي هنا أختار اللون اللي أريده. مثلا أختار اللون السمائي هذا. أوكي، إيش راح أأشر هنا؟ راح أضغط على هذا، أوكي، وأضغط على هذا الخط وأنطي موافق. شوفوا لي تغير اللون مالته، تغيرت هالخطوط. تردون تغيرون غير ألوان براحتكم، بعد أنتو الدفتر خاص بيكم. زين، أريد أسوي هنا مسافة، أريد أنزل هذا الخط اللي جوا، إيش راح أسوي؟ أضغط هنا بالماوس وأروح على كلمة تخطيط. من تخطيط شوفوا لي كلمة الارتفاع، هذا إيش راح أسوي؟ راح أزيد بيها. تضغط عليها، شوف المسافة شلون هنا تكبر عندك، كل ما تضغطها تزيد، كل ما تقللها تنقص. تمام، صار عندي بهذا الشكل. الخطوة الثانية هسه كملناها تقريبا، أريد هسه شنو أضيف؟ مثلا أريد أسوي هاي الأوراق كليتها اسمي موجود بيها، أريد أضيف الاسم، تردون لي فوق أو أضيفوه هنا بنهاية الصفحة. هسه هنا شلون أنا سويتها؟ كتبت هنا لي فوق اسمي، وبالنهاية كتبت خليت الصورة. فراح نجي تضغط اللي فوق هنا بالماوس، تضغط عليه تطلع لك رأس الصفحة. هنا برأس الصفحة راح تجي، قلنا شو تريد؟ تريد انت كتابة او تريد صورة تضيف براحتكم. هسه هنا راح اكتب اني كتابة، راح اكتب مس فاطمة. تمام، اريد اغير الخط اللون مالته، اظلله واروح صفحة رئيسية واجي اختار الخط اللي اريده حسب الخط انتو اللي محمليه هنا الخطوط. مثلا اختاريت هذا الخط، اجي انطي اكبره، اغير اللون مالته. مثلا اريد من هذن الالوان اغيره واختار اللون اللي يعجبني، او هنا هذا حرف الاي واختار تنسيق جاهز من هذن التنسيقات. فمثلا اختار له هذا اللون الاسود، اوكي، واجي اضغط باي مكان حتى تروح هذا. شوفوا الاسم هنا تفعل، بس هنا راح يتكرر اسمي بكل الصفحات، كل ما افتح صفحة جديدة راح يتكرر بها. زين، هنا صار عندي هواي مسافة، اريد شوية اقللها، اروح على التخطيط وهنا أنا السهم اللي جوا اضغطه. شوفوا لي رجع بهذا الشكل، تريدون بعد تقللوه صار هيك. اوكي زين، هسه اريد اضيف صورة، الصورة اريد اخليها هنا بالنهاية. هذا عادي من شوفوا تنزل، يا اما تقللون منها حتى يصعد عندنا، او من نزيد عندك خطوط ضللها واحذفها لما نحتاجها. هذا الصفوف راحت. اوكي، هسه قلنا اريد اضيف صورة اللي جوا هنا او ستيكرز او كيفكم براحتكم. راح اضغط ضغطتين تتفعل عندي رأس الصفحة. راح انزل اني ما اروح على رأس الصفحة، راح اروح اللي جوا على تذييل الصفحة، اضغط عليها تتفعل لي التصميم، اروح على كلمة الصور اضغط عليها وتطلع لي مكان الصور اني شنو اللي اريد اضيفها وين حافظتها اجيبها. هسه عندي هاي الصورة، اضغط عليها مرتين راح تظهر عندي هنا مقابلي، ننتظرها شوية وتنزل. طلعت عندي بهذا الشكل، صارت على قد الصفحة، أنا ما أريدها على قد الصفحة. شو راح أسوي هنا؟ تتفعل التفاف النص، أضغط عليه أضغط أمام النص، بعدها أجي على هاي الصورة وأزغرها بالماوس، يعني سحب وإفلات. إيش قد الحجم اللي تريد تخليه براحتكم، تريدوها كبيرة صغيرة as you like. أوكي، خليتها بهذا الشكل، شفتها مضبوطة، قياسها مضبوط، هذا اللي اريده ها هي. اضغط باي مكان، شوفوا لي عشان صار شكلها، صارت بهذا الشكل. وهنا عندنا
قلت لكم من تزيد عندكم هنا الحقول عادي ظللها وطيها حذف صفوف يرجع هنا بهذا الشكل. تمام، صار عندي هذا الشكل الدفتر. يعني هسه من اريد اطبعه راح اطبعه يطلع لي دفتر كلش حلو. تردون تضيفوا له اطار، تردون بدون اطار، كيفكم. هذا من راح نطبعه راح يكون بهاي الطريقة هذا شكله. بعد انتو حسب ترتيبكم تصميمكم انتو اللي يعجبكم تضيفوه هنا عليها. هسه صار بهذا الشكل، خلينا عليه الاسم، خلينا عليه الصورة. ها اذا واحد راد يكتب مباشرة بي راح تيجي تحدد باي حقل تريده هنا، ومثلا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي عادي تكتبها مباشرة عليها اذا هاي انت تريد تسوي تخطيط دفتر وتكتب مباشرة بالوورد، او تريد تطبعه ويسوي لك اياه دفتر وتكبسه براحتكم. اللي هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، ان شاء الله كان شرح واضح وسلس واستفاديتوا من عنده. زكاة العلم نشرة، لا تنسون دعمكم وتشجيعكم المستمر الي. اما اصحاب التعليقات السلبية فرجاء اذا ما يعجبكم فابقوا ساكتين احسن. شكرا للمتابعة ومع السلامة.